أهلا بكم. ما تداعيات المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الصدر في الناصرية؟ وما موقف القوات الأمنية من اختراق ميليشيا الصدر حظر التجول وارتكابها مجزرة ضد المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي؟ وما هي تداعيات اتهام الثوار للقوات الأمنية بالتواطؤ بقتل المتظاهرين السلميين؟ وهل سيثني القمع المتواصل والممنهج الثوار من تحقيق أهداف ثورة تشرين المطالبة بإسقاط نظام المحاصصة الطائفية؟ شكك المرصد العراقي لحقوق الإنسان بجدوى اللجنة التي أعلنت الحكومة الحالية تشكيلها للتحقيق في الأحداث الدموية التي شهدتها ساحة الحبوب بمحافظة ديقار، مضيفا أن الحكومة تتجاهل محاسبة الجنى لأسباب سياسية، وأن دماء العراقيين صارت ثمنا لمشروع سياسي انتخابي تقوده أطراف حكومية. نتابع بداية هذا التقرير. حملة انتخابية مبكرة أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد أن هاجمت ميليشياته بأسلحة نارية وأخرى بيضاء وعصي وهراوات ساحة اعتصام الحبوب في الناصرية، وقتلوا 7 من المعتصمين وجرحوا أكثر من 85 آخرين. لم تكتفي الميليشيات بذلك، بل قامت بإحراق خيم الاعتصام متحدية إعلان السلطات حظر التجول في المحافظة بعد دعوة أطلقها المقرب من الصدر محمد صالح العراقي، الذي اعترف بشكل واضح وسافر عن مسؤولية أنصاره عن قتل المتظاهرين، مؤكدا أن عشاق آل الصدر قد أثبتوا انضباطهم تجاه من سماهم الجوكرية الذين تعاملوا وفق أجندات خارجية مشبوهة بحسب تعبيره. كما وجه صالح العراقي تهديده إلى الحكومة الحالية قائلا: إن لم تستطع الدولة حماية ذيقار فإن للعراق جنوده. ردة الفعل الحكومية جاءت نسخة طبق الأصل لما اعتادت أن تفعله بعد كل مجزرة: تشكيل لجنة للتحقيق وإقالة قائد شرطة محافظة ذيقار حازم الوائلي من منصبه، على الرغم من التسجيلات المصورة التي أظهرت ميليشيات الصدر وهي تتوجه بأسلحتها إلى ساحة الحبوبي، فيما أظهرت مقاطع أخرى محاولة تلك الميليشيات اقتحام مستشفى بالناصرية لاختطاف المتظاهرين وتطويق دورية للشرطة، بينما أظهر مقطع آخر أحد عناصر ميليشيات الصدر يؤكد فيه تدمير ساحة الحبوبي ثأرا لمحمد الصدر. ثقافة القتل والثأر لم تبرح مخيلة أحزاب العملية السياسية الفاسدة وميليشياتها الدموية، فمقتدى الصدر الذي حشد أنصاره استعدادا للانتخابات حتى قبل 6 أشهر من إجرائها ضحى 7 أرواح بريئة على مذبح سعيه للاستحواذ على رئاسة الحكومة في بلاد تحولت إلى كومة خراب، ويريد هؤلاء أن يحكموها متسلقين على جماجم المتظاهرين السلميين. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، الأستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي ضيفي في الأستوديو، مرحبا بك أستاذ نظير. حياك الله دكتور. وأرحب بالدكتور حامد أصراف الكاتب والباحث السياسي انضم معنا عبر سكايب، مرحبا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أهلا بك دكتور. وأيضا أرحب بسيد كرار عجرش الناشط المدني وأحد أعضاء اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. سيد كرار مرحبا بك. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ نظير، يعني هذه المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الصدر ضد متظاهرين سلميين في ساحة الحبوبي في الناصرية، كيف قرأت دوافعها؟ يعني لو راقبنا المشهد أنه هذه المجزرة لم تكن الأولى ولربما لن تكون الأخيرة. الصدر يحاول أن يعطي فكرة أن الشارع هو ملك له ولا يوجد منافس له في الشارع، ومن خلال يعني أنه يطلق العنان لأتباعه باعتراض سبيل أي شخص ممكن أن يخرج إلى الشارع ليعبر عن ما يريده ويعبر عن ما يتمنى لوطنه. ويعني بعد ما كان يظن أنه قد يعني أنهى ثورة تشرين من خلال احتلال المطعم التركي والاعتداء على المتظاهرين بالقتل والخطف، وميليشياته كانت تعيث فسادا في ساحات التظاهر، تفاجأ بأن ما زال هناك في ساحة الحبوبي ما زال هناك متظاهرين ينادون بغير ما ينادي ولا يريدون من هذه السلطة إلا الرحيل،
بينما الصدر وأتباعه يحاول أن يبني مستقبل سياسي جديد له من خلال السيطرة على الشارع ومن خلال إرسال رسالة يعني زملاء أو رفاقة بالعمل السياسي بأن المشهد القادم سيكون مشهد صدري، وهو يريد يعطي انطباع آخر بأن العراق هو عراق الصدرين. هو هكذا يقول، يعني لا يعترف بأن هذا العراق فيه مكونات أخرى، بل حتى في مكون الشيعي يوجد من هو يحمل أفكار أخرى ولا يقلد الصدر. لماذا تصادر إرادتهم؟ هو يريد أن يصادر إرادة الجماهير العراقية على مختلف أطيافها ومختلف تفكيرها، وبالتالي يريد أن يحقق يعني عهد جديد من الدكتاتورية تتمثل بدكتاتورية ثيوقراطية تابعة للصدر. لذلك فهو يعني استخدم القوة واستخدم البطش في حق المظاهرين، لكن يعني فات للصدر وأتباعه بأن كلما ازداد بطشهم كلما تمزق. الآن تسمعون يعني لو تتابعون الإعلام تجد أن كل يوم هناك مجموعة تنشق من التيار الصدري، ولا تعترف بمقتدى الصدر كشخص، إنما تعترف بمرجعية الصدر الأب أو يعني البيت الصدري، ويعني التيار الصدري نفسه يتمزق. وكان يظن أنه هو يحاول أن يحشد جماهيره مبكرا لهذه الانتخابات القادمة. سيد كرار عجرش، الناشط المدني وأحد أعضاء اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كرار، هل أطلعتنا أو وصفت لنا حيثيات وأحداث المجزرة التي ارتكبت على يد ميليشيا الصدر ضد المتظاهرين السلميين في الناصرية؟ نعم أستاذ، تحية لك ولك الضيوف الرأسين الفضائيين، حياك الله. أولا مجزرة الصدر اللي كانت يوم أمس في الناصرية، يريد مقتدى الصدر وأتباعه أن ينهوا احتجاجات في عموم العراق، وهذا الشيء غلط. العراق من حقه إلى قانون ولا دولة، حق كل شخص أن يتظاهر ويحتج على الشيء والمائدة. ومقتدى الصدر يريد يأخذ البلد إلى أمر الهاوية من 2003 18 سنة هو مقتدى الصدر وميليشياته، هو اللي أسس الميليشيات واللي أسس السلاح الممتلك واللي خلى هيبة الدولة ما معترض بها من قبل الدول. كل اللوم وكل الفساد وكل القضايا تجي من خلف تحت السيد مقتدى الصدر، لأن هو اللي أسسها، لأن هو اللي من قبله وقبل أتباعه، من قبل يزج بالشارع وبالشباب وبالأتباع اللي تبعونه بالشارع خاطر يصدمون ويصير قتال شيعي من قبل أتباع الصدر. ذاك اليوم المجزرة اللي صارت في الناصرية وقتل 5 أشخاص من الثوار والجرحى كانوا 50، لماذا هذه الدماء كلها ذهبت؟ على شنو؟ على أن تنهي الاحتجاجات في الناصرية وفي كل الساحات. الرسالة لمقتدى الصدر، ترى التظاهرات ما راح تنتهي، وثورة تشرين لا زالت قائمة إلى هذا اليوم وما راح تنتهي. الثورة تشرين من انطلقت وشعاره ريد وطن ما انطلق خيمة ولا انطلق تجمع ولا انطلق وعي، انطلق فكرة، انطلق الشعب العراقي وعى شنو جاي يصير بالعراق، وعى بأن له ولا له حق. يعني مني خلص الخريج ما عليه كالتعيين، مني كل خدمات ما عليه، كل هاي القضايا والأمور ما عليه الحق، الحرية حال بقية الدول ما عليه. مثلا احنا في بلد ديمقراطي وليس دكتاتوري، من حق الشعب ومن حق عراقي وكل فرد يحتاج وكل حق إلى حق. فما يصير مقتدى الصدر ولا غير مقتدى الصدر ولا يرغم الواحد على أن السكوت وجبر على السكوت من قبل الاغتيالات، من قبل القتل ومن قبل القمع. هذا الشيء غير مقبول، وهذا الشيء إذا ذول اللي تبعون مقتدى الصدر ذول الشباب هم شبابنا، أنتم تركون ورا واحد يعني لا يعرف ياخذكم لا برا الهاوية، أنتم شو المستفادين من هيك شخص؟ هذا بلدنا، إحنا لازم نستعد كل إحنا، لازم نجمع كل إحنا خاطر نطلب الفاسدين، نطرد العنوان الدجال اللي اليوم جاي. بالأمس اخترقت ميليشيا الصدر يعني حظر التجول و أمام مرأى الجميع، قامت بقتل المتظاهرين السلميين، ولكن هنا القوات الأمنية كيف تصف موقفها؟ هذه القوات الأمنية متواطئة وياهم، لأن قلت لك مقتدى الصدر مسيطر على المشهد السياسي والوضع السياسي وجميع الشارع مسيطر عليه. يعني أنت إذا لم تكن أنت معي فأنت ضدي، هذا الشعار اللي يعمل به مقتدى الصدر هو وأتباعه.
هذا يعني قوات أمنية. أين القانون؟ أين الدولة؟ أين هيبة الدولة؟ يعني هل يجوز مقتدى؟ لا مقتدى الصدر لا هو مرجع، لا هو رئيس وزراء، لا هو رئيس جمهورية. يعني فين بصفته هو خاطر يحرك الشارع؟ فين بصفته هو خاطر يستدعي القوات الأمنية؟ فين بصفته خاطر مثل ما تقول يوجه أتباعه؟ يعني استاذ يعني هو لا مثل ما تقول يعني فد إنه فد منصف أو فد شيء يعني خاطر من هذا ينظف من قبل التغريدة اللي يطلقها خاطر يتنظمون دول الجماعة. يعني القوات الأمنية لا تقدر تحمي متظاهرين، لا تقدر تحمي ابقى معي لو سمحت، ساعود اليك مره اخرى. ارحب بالاستاذ الدكتور حامد الصراف الكاتب والباحث السياسي، انضم معنا عبر سكايب. دكتور حامد مرحبا بك. اهلا وسهلا. سلام. من خلال ما جرى من احداث دمويه في ساحه الحبوبي في مدينه الناصريه، يعني من خلال ايضا متابعتكم لتغريدات مقتدى الصدر وما جرى من عمليات قتل اكثر من يعني 90 ما بين شهيد وجريح سقطوا في الناصرية على يد ميليشيا الصدر، يعني برأيك يعني ما هي الدوافع التي تسببت في مقتل هؤلاء المتظاهرين السلميين على يد ميليشيا مقتدى الصدر؟ مساء الخير عليكم جميعا، تحياتي لك أمير ولضيفك الكريمين ولجمهوركم الكرام. الحق في البداية أولا الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والمصابين، والخزي والعار لكل المجرمين القتلة منذ بداية ثورة أكتوبر 2019 ولحد اليوم. تم واكب من شهداء أبرار صامدين من أجل استعادة الوطن واستعادة كرامة وحرية البلد والشعب. هذه القضية الآن لم تعد كافية على أحد، هي جديدة. كان هناك رهان الحقيقة لدى كل الطبقة السياسية والطغمة الفاسدة هيمنة على كل مقاليد الحكم في العراق أن تراهن على عامل الوقت ثم عامل الكلل والملل عند الشباب ثم عامل التسويف وحجج وتبريرات البقاء في دعوة الإصلاح والتغيير، وهذه كلها الحقيقة أصبحت ادعاءات باطلة وفاهية لا تخفى على أحد ولا تنطلق على أحد. لذلك إذا كان مقتدى إذا كان غير من أزدام هذه الطغمة الفاسدة الحقيقة التي جاءت على إرادة الأمريكان بإرادة الأمريكان وإرادة الإيرانيين واحتلت العراق لمدة أكثر من 17 عام، لم يشهد العراق مثيل هذه العملية المدمرة والخراب والإذلال على يد هذه الطغمة. لذلك ليس غريبا الآن أن نشهد هذه الحلقة من مسلسل طويل من التصفيات الجسدية والقمع والإرهاب والتخويف وإدعان اللي يريدوا إدعان العراقيين لإرادة بعض زعماء الطوائف الحقيقة وأمراء الحرب اللي موجودين في الداخل. لذلك ليس غريبا أن الميليشيات تقوم بكل تنوعها، خصوصا إذا كان هناك دوافع طائفية وراها. وإحنا أيضا هناك عامل مهم جدا الآن، المعركة هذه اللي يخوضها الشعب العراقي في ثورة تشرين هي الحقيقة حرب تحرر وطنية بامتياز، زائد هناك أيضا معارك طبقية حقيقية. إحنا لا ننسى أنه منذ 2003 لحد الآن تكونت طبقة طفيلية فاسدة استحوذت على كل ثروات البلد بإرادة الأمريكان والإيرانيين. هذه انتعشت نغنغت مثل ما نقول بالعراقي وشافت النعمة وشافت الثراء، فما ممكن تستغني عن هذه الثروات اللي استحوذت عليها لمجرد أن تكون هناك ثورة هم باعتقادهم السيطرة عليها كان ممكن، وكان رهانهم على الوقت. لكنه نشهد الآن أنه العام الأول لم يخفت هذا النبض الانتقاد الثورة، أصبحت الآن أكثر اتقاداً أكثر جذوة من السابق. نعم، سأعود إليك مرة أخرى دكتور حامد. سيد نظير، يعني الصدر بتظاهراته البعض يرى أنه يريد الاستحواذ على رئاسة الوزراء ويريدها يعني حرباً دموية إذا ما خسر في الانتخابات، طبعاً حسب ما يرى البعض. يعني هنا يعني بالنظر إلى تغريداته يقول بأنه إذا لم تستطع الدولة حماية ذقار فإن للعراقي رجالا يستطيعون حماية ذقار. يعني من خلال قراءتك لهذه التغريدات كيف تستنبط يعني ماذا يريد؟
يعني هذا الرجل وصل إلى مرحلة من الغرور الذي يعتقد أنه قادر على فعل أي شيء. هو يرى هذه القطعان تمشي وراءه وتتظاهر وفي الشوارع، يعتقد أنه قد سيطر على البلد وأنه قادر على فعل أي شيء، وأن العملية السياسية ستكون ذات صبغة صدرية في المستقبل. لذلك هو يتكلم في تغريداته بتعالي ويجعل من نفسه بأنه شخصية دينية لا يمكن انتقادها، ويتصرف كأنما البلد بلده، ولا ومن الآن يقرر بأن لي أكثر من 100 مقعد، وأن رئاسة الوزراء ستكون صدرية، وأن كذا وأن كذا. وإذا جاءت يعني الانتخابات على غير ما يهوى، هل يحول الشوارع إلى حمامات دم بالقتل؟ يعني هذا هو، يعني أنت تقرأ من هذا الشيء. كرر قبل قليل تحدث قال بأن المتظاهرين يرون أن مقتدى الصدر يريدها حربا شيعية شيعية. هذا هو، هذا ما يحصل. يعني الآن هذا الخروج يوم الجمعة بصلاة موحدة، ويعني دعم لقيادة الصدر في الانتخابات، هو يعني رسائل إلى يعني جماعته بالمشاركين معه بالحكم بأن الحكومة القادمة ستكون صدرية شئتم أم أبيتم. يعني أخذها بالانتخابات أخذها، ما أخذها أخذها بالقوة. ويعني الآن هو يحضر ل يعني حملته الانتخابية بقتل أكثر من 10 أشخاص وجرح العشرات من المتظاهرين. كيف به إذا أصبح رئيس وزراء وتكون الأجهزة الأمنية من يعني أمنية داخلية والجيش والشرطة كلها بيده؟ يعني سيتحول البلد إلى يعني دولة. نحن الآن أمام أمر واقع، يعني ماذا يفعل الكاظمي وقوات والقوات الأمنية أمام الميليشيات المسلحة والمدججة بالسلاح؟ هنا المشكلة. هو كان يتوقع، يعني حتى الكاظمي كان يتوقع أنه هو في حلف مع الصدر، وأن الصدر قد بارك وصوله إلى رئاسة الوزراء، لكن الآن يجد أن البساط يسحب من تحته. الكاظمي نفسه الآن يحاول أن يغرر، أيضا يغرر بالتشرينين والمتظاهرين بإيجاد حزب سموه حزب المرحلة، ويحاول أن يضللهم بأن هذا الحزب سندخل به الانتخابات ونفوز برئاسة الوزراء، ولا يعلم بأن الصدر قد يعني يحاول أن يفعل نفس الشيء. ومجيء الكاظمي كان مجرد أنه فترة انتقالية يتخلصون بها من المتظاهرين وثورتهم، على اعتبار أنه حققوا ما يريدون بتغيير عادل عبد المهدي ومجيء الكاظمي، لكن لم تكن هذه أهداف الثورة. أهداف الثورة بإقالة هذا النظام الحكم الفاسد من جذوره، هذه كانت أهداف الثورة. فإن جاء الكاظمي أو جاءت حكومة صدرية، الأمر لا يختلف بالنسبة للمتظاهرين. هذه هم جزء من هذه المنظومة. الصدريين لا يدعون، يعني مقتدى الصدر الآن هو يظهر نفسه للناس بأنه هو جزء من المعارضة، وهو جزء من يعني طموحات الشعب العراقي، وهذا الكلام غير صحيح وعاري عن الصحة، بدليل أنه الصدر هو مشارك في كل الحكومات الفساد اللي تشكلت من الاحتلال موضوع لحد الآن. موضوع صناعة المعارضة، طبعا هناك من يرى، سنأتي على هذا الأمر، هناك من يرى أن إيران لها دور كبير في هذا الأمر، سنتحدث عن هذا الموضوع، ولكن اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ السيد كرار. سيد كرار، الناشط المدني وأنتم أحد أعضاء اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، دائما ما يصرح الكاظمي بأن هناك مندسين في ثورة تشرين، هل هذا الأمر ترونه صحيحا؟ لا أستاذ، مندسين وينكم المندس؟ مو الكاظمي، ما أنت تحكي يقول لك الكاظمي تجاهز المخابرات، زين انتم اذا تعرفوا من المنديت من ما منديت، انتم عندكم قوات، انتم بس قواتكم هات حاس المتظاهرين، بس حاس المتظاهرين وتقمعون المتظاهرين، بس ما تحاس الاصابع والميليشيات تهجم على الساحات. ماكو كل المنديتين اللي تجي من الاحزاب، من الميليشيات. يعني انتم كثور تعتقدون ان الكاظمي متورط ايضا في عمليات القتل؟ اكيد الساق متورط، لان شفت مجزره الناس اللي شلون صارت، يعني امام عيون امام عيون الاجهزه الامنيه، يعني الاجهزه الامنيه وغياب السلطه الامنيه وين كان؟ يعني امام الاجهزه الامنيه وامام السلطه الامنيه يصبون ميليشيات، وامام حضره التجوال كان بيحضر تجواله
تحمهم السلاح مره ثانيه اجوا يروحوا هاكر الامنيات. والله انت الكاظمي راك تسوي تسوي لي والله الاثنين وباعث انت من بغداد الناصريه هو هذا اللي كتبت عليه وصار لك ثلاث اشهر من استلمت حققت من المطالب المتظاهرين بشكل قطع عن المتظاهرين شنو سويت؟ بس والله في القناه فيك قانون انتخابات سويت عادل والله سويت قانون فيك على خدمات والله سويت قانون انتخابات عادل عاشق على قصه التظاهرين سويت انتخابات قانون انتخابات يا استاذ تداوم يعني من جابوك وحطوه وانت دائما تصرح مثل ما استوى قال لسه تصرح والله انا من التشرين وتشرين تكون جوكريه وعيب علينا ان نقول شباب الوطن جوكري اي وين قتلوا المتظاهرين سلم قتلت المتظاهرين قبل العصابات اللي هجمت على على ساحه الحبوبي اللي قتلت لها خمس شباب شنو قلبوا بذول الشباب وراهم عوائل وراهم بيوت. طيب ابقى معي سيد كرار سأعود إليكم مرة أخرى. دكتور حامد الصراف يعني ما هو هدف مقتدى الصدر مما يجري؟ هل الأمر مثل ما يرى الكثير؟ طبعا المركز العراقي شكك لحقوق الإنسان شكك باللجنة التي شكلتها الحكومة الحالية لمتابعة مجريات الأحداث الدموية التي حصلت. أستاذ نظير كندوري تحدث عن خلافات ما بين الصدر وما بين الكاظم يعني تنافس الأمر تنافس سياسي. كيف تنظر إلى الأمر من خلال تهديد الصدر للمتظاهرين والأحداث الدموية؟ هل الأمر لا يعدو كونه عن تنافس سياسي لرئاسة الوزراء والفوز بالانتخابات المقبلة؟ هو طبعا ما يخلو المشهد الآن من صراع على مراكز أو سلطة القرار يعني بعد اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني الحقيقة يعتقد أنه الساحة فرغت إلى قيادي ميداني للوضع العراقي الملف العراقي من قبل إيران ومن قبل أيضا يعني الطبقة السياسية وخصوصا ما يسمون نفسهم التحالف الشيعي. فلذلك أوعزوا إلى أن يكون أحد أمرين، أما يكون بيد فتح او يكون بيد مثل ما يقولون التيار الصدري. التيار الصدري طبعا نعرف انه على اساس هناك شعبيه من المسحوقين من المثقفين الموجودين من المناطق الكادحه في العراق خصوصا في بغداد. فاوعزوا الايرانيين يفترض بهذا الصوره انه تكون القياده بيد مقتدى، لكن هناك منافسه احنا لا ننسى ايضا دوله القانون وفتح والميليشيات الاخرى يعني العصائب وغيرها وبدر كلها تنافس من اجل القياده من اجل الاستئثار بسلطه القرار من اجل يعني الهيمنه على الثروات. هذه القضيه الحقيقه ولذلك هو مو مستبعد ان يكون صراع شيعي خصوصا الانتفاضه اصلا بدت من مناطق الشيعيه لا ننسى يعني مع الاعتذار نذكر احنا المساله المذهبيه والطائفيه يعني في الوسط والجنوب ثاروا ابناء الشيعه على هذه الطبقه السياسيه الشيعيه الفاسده المهيمنه على كل الثروات ومركز سلطه القرار وغيرها نتيجة الفقر، نتيجة العوز، نتيجة التهميش، نتيجة الفقر، أيضا البطالة، نتيجة يعني الافتقار إلى كل الخدمات المطلوبة. يعني لو ركزنا لو يعني لم نركز فقط على شخصية مقتدى الصدر وعلى يعني سلوكه السياسي في العراق وغيره مثلا الكاظمي لنتحدث مثلا عن شركاء العملية السياسية بالكامل، ماذا قدموا للعراقيين؟ يعني هم هنأوا الثوار بمرور سنة على ثورتهم السلمية ولكن هنا موقفهم من قتل المتظاهرين السلميين، يعني ماذا قدموا للعراق؟ كل شيء مدمر، ليس هناك أي شيء من حقوق الإنسان وحتى أبسط الخدمات. عزيزي هذه دكتور سمير هذا اعتادينا عليها ذر رماد في العيون، هذا أسلوب متبع منذ 2003 لحد اليوم. السلطة تأتي وتذهب والحكومة تشكل وصراعات موجودة وباقية إلى أن يعني مثل ما يقول تأتي نهايتهم على يد الشعب العراقي إن شاء الله وقريبا. هذه قضية أنه تأييد الانتفاضة وتأييد الكذا هم كلهم الفاسدين أصبحوا هم محاربين أشداء ضد الفساد وهم مهيمنين على كل مفاصل الحياة وكل مافيات الفساد هم يديروها كل الطبقة السياسية بدون استثناء. لا تقول لي لا الكاظمي ولا مقتدى ولا غيره، أنا بكل جرأة أقولها الآن واللي عنده إثبات عكس ما أقوله خليه يتفضل يقول لي أنه أكو شيء آخر. يعني هاي الحكومات كلها شكلت بإرادتهم، مسألة طبيعية، الحكومات تسقط وتذهب وتأتي لكنه لا من محاسب ولا من رقيب على كل الملفات الفساد. الميزانية العراقية بلغت تريليون و300 مليار دولار
منذ 2004 2005 الى حد الان، لكنه تشوف انت البنى التحتيه مهدمه، تشوف الان البطاله، شوف الفقر، شوف الفوارق الطبقيه، خط الفقر التسع وصل الى اكثر من 35 الى 40% الان. لذلك ماذا فعلوا للعراق الان؟ يعني هو هذا السؤال اللي يطرح نفسه. ما هو الفقراء فقراء بقوا زادوا فقرا، والغنى زادوا ثراء الان. والصراع مثل ما قلت بالبداية في يعني مداخلتي الأولى، أن هناك صراع طبقي حقيقي الآن. هناك أغنياء وهناك فقراء. الأغنياء هم يعني الطبقة التي تمثل الأغنياء في العراق من هم؟ الشيعة بذاتهم هم الطبقة السياسية الفاسدة من الشيعة ومن الكرد ومن السنة إذا جاز التعبير الآن. هم اللي استحكموا على هم توزعت. عزيزي دكتور سمير، هناك توزيع أدوار. لا ننسى أنه الأمريكان والإيرانيين تمدوا إلى أن البلد هذا يدمر على يد طغمة فاسدة. لذلك ما عادت الآن القضية تحتاج لها إلى كثير من الذكاء وكثير من الاستشراق للمستقبل أو نشوف الاحتمالات. لا، الاحتمال واضح هو والاستنتاج واضح. طيب أنه هاي الطبقة الحقيقة تكونت بإرادة الخارج. نعم. ولإذلال الشعب العراقي. هذا هو مختصر المفيد. ابقى معي دكتور لو سمحت. أستاذ نظير، العراق لا يخفى على أحد في العالم، العراق بلد نفطي، العراق بلد غني، كل الناس تنظر إلى العراقيين على أنهم أهل بترول، يعني منذ الستينيات والسبعينيات والثمانينات. الآن العراق بلد فقير، الفقراء يعني معدلات الفقر فيه تسارع متزايد، الأغنياء هي الطبقة المحصورة فقط على أحزاب السلطة، صالات القمار بيدهم، العقود الوهمية بيدهم، كل ما متعلق بفساد في مفاصل الدولة بيد الأحزاب السياسية، المنافذ الحدودية وغيرها، الإتاوات، يعني كل هذه الأمور بيدهم. الآن يعني ماذا قدموا هم؟ كيف ينظرون إلى أنفسهم وهم يقومون بقتل متظاهر سلمي يطالب بحق بسيط؟ يعني يقومون بإزهاق روحه بهذه البساطة. يعني ببساطة هم لا يريدون منافس، يعني هم استأثروا بهذه الثروات ويحاولون تقاسمها فيما بينهم ولا حظ للشعب منها. الحقيقة يعني أنت وصفت هم أحزاب دينية على فكرة، يعني في تناقض صارخ ما بين ما يدعو له الدين من فضيلة ونزاهة وما بين تصرفاتهم التي كلها فساد وكلها دليل على الخسة. وإلا ما هذا النظام الذي يبنى على سرقة أموال الشعب ثم فتح صالات القمار وصالات الدعارة؟ يعني وين عايشين؟ ما أعرف يعني ما هي الصلة بينكم بين الدين؟ حقيقة لا صلة بينهم وبين ما يدعو له هذا الدين. مليارات الدنانير تتداول. نعم. ويتم خسارتها والشعب العراقي في فاقة. يعني والله يعني أقول بدلا ما أن يكون النفط وغيره من موارد العراق الطبيعية أن تكون نعمة لهذا الشعب، أصبحت يعني حقيقة الأمر في يعني نقمة على العراقيين. ولا تخيل العراق لو لم يكن يمتلك هذا النفط، لما جاءت مثل هكذا سلطة تعتمد على تصديره ثم صرف الأموال التي تأتي من عنده، لكانوا يعني كانوا مضطرين إما التخلي عن السلطة لغيرهم أو أنه يجدون وسائل أخرى يعني لكسب الأموال لهذا الشعب. طيب أبقى معي أستاذ نظير ثواني. سيد كرار، يعني الصدر هدد المتظاهرين بقوله إن لم تستطع الدولة حماية ذقار فإن للعراقي رجالا أو فإن العراقي جنوده. يعني بهذا التعبير، يعني هل هو يريد الدفاع عن حقوق الفقراء الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم؟ يعني المواطن الفقير هنا يعني حتى أغلب أتباعه هم من الفقراء، يعني كيف تفسر ذلك؟ أنتم الثوار كيف تنظرون إلى هذا الأمر وهذه التغريدات؟ هل هي منطقية؟ أستاذ ذيقار، البطولة اليوم أصابت النشاط في المكتب الصدر دليل أفعال الشر والإجرام. إذا جرى كاس السوق في ذيقار العبورية والبطولة والأيام القادمة ستكون فاصلة بين ثوار تشرين الأبطال والتحالف الميليشيات والحكومة بقيادة رمزية الشر مصطفى الكاظم المكتب الصدر. اليوم يا أستاذ كل يعني من تجي كل حكومة تجيبها، يعني هذا مثل ما قال أستاذ نظير، صار علينا نقمة هذا النفط مو نعمة. احنا الشعب العراقي لا مثل ما تقول خدمات مفردة، لا الشاب من يخلص ويتخرج
وين يروح؟ يروح الى القياس. مثل المهندسين طالعين بالشوارع على تظاهرات، هم طالعين على حقهم، يريدون تعيين، ويتعين له بتعيين على 500,000 او 200,000، هم طالع بحقه، يطالب بحقه، وهو مهندس مخلص شهاده. الان من هناك كذلك، يعني شنو احنا المستفادين؟ والله عندكم نفط، شنو المستفادين من النفط؟ شوفوا الدول البقيه، شوفوا صارت بامريكا، صارت ثوره على المتكتله، وهذا الرجل البشره السوداء هم خسروا شهداء قد ما خسرت العراق ثوره تشرين، بمصر صارت ثورات، هم خسروا هذا الكم والهائل من الشهداء والشباب اللي راحت نتيجته. كل الدول وكل ما ادري ليش بس بالعراق يصير؟ يعني العراق مسيطره عليه احزاب ايران واحزاب امريكا، فتريد الخراب والدمار لهذا البلد، ما تريد هذا البلد بين الفقير يعيش وبين هذا النفط يطور من الخدمات عند المواطن، ما تريد هذا الشيء، تريد يظل هذا البلد خراب وتنهي كفايه خيراته ويظل هذا الشعب الفقير ظال بالشوارع. طيب شكرا كرار. سيد نظير، يعني هل هو البعض يرى أن هناك توافقات ربما ما بين إيران ومقتدى الصدر أو اتفاق على إنهاء التظاهرات في مقابل إعطائه أو منحه رئاسة الوزراء؟ أخي الكريم، يعني هذه ليست إشاعة ولا استنتاج أو تحليل. الموافقة الإيرانية لكل ما يحدث في العراق هي فرض على هذا النظام السياسي، وكما يبدو أن هناك وعود إيرانية بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الصدر، سيستلم رئاسة الوزراء وتكون له أغلبية في البرلمان على شرط أن ينهي هذه التظاهرات، لأن هذه التظاهرات تمس الوجود الإيراني في العراق بالصميم، فهي أخطر عليه من يعني مراهقات الصدر التي يفعلها. لذلك وجود الصدر على رأس هذه الحكومة مقابل القضاء على التظاهرات هي حالة جيدة بالنسبة لإيران، لذلك هم يدعموا الأمر. الملاحظ، هل يعني هل تلاحظ أن كل هالجرائم اللي ترتكبها يعني خلال هذا الأسبوع لم يصدر بيان او تنديد من اي جهه حزبيه من جماعته، يعني هم كاحزاب شيعيه او احزاب يعني موجوده بالسلطه، لم يستنكر احد هذه التصرفات. لماذا؟ لانهم لديهم هذا العلم بانه مهمه الصدر هو القضاء على التظاهرات. الامر الاخر، بل ان هناك بعض هذه الكتل من هو مرتاح الآن، لأن الرصيد الشعبي للتيار الصدري بدأ يخسر بسبب جرائم التي يعني يرتكبها في أبناء المكون الذي يعتقد أنه هو حاضنته. تقصد يعني أن هناك مستفيدين من هذا الأمر؟ مستفيدين، أنه هذا التأثير على التيار الصدري وسمعته يكون مكسب بالنسبة للكتل الأخرى. الأمر الآخر، أنه في خضم كل هذه الهوس اللي هسه احنا عايشيها في العراق والصدر والقتل والجرح، تجد أن عمار الحكيم أين يذهب؟ يذهب إلى السفير الإيراني ويعرض له كيف أنه لديه خطة لتشكيل تحالف عابر الطائفية وعابر القومية. ما علاقة هذا الأمر بالتظاهرات؟ هذا أنه له علاقة بأن التيار الصدري إذا لم ينفعكم فأنا أقدم أوراق اعتمادي ويجعل رئاسة الوزراء لصالح عمار الحكيم. هكذا يعني لا يهتمون بالدماء التي تسقط، إنما يهتمون بما هو يعني مستقبل هذه الكيانات، هذه الطفيليات، يعني مستقبلها شلون راح يحصلون على الحكومة أو يحصلون على أكبر منافع ممكن تعود عليهم مستقبلا. طيب دكتور حامد، المتظاهرين أو المتظاهرون في ذي قار وفي المحافظات التي خرجت فيها ثورة تشرين طالبوا بتدخل المجتمع الدولي، تدخل الأمم المتحدة. لماذا المتظاهرون يتعرضون لآلة القتل الميليشياوي على هذا النحو أمام أنظار القوات الأمنية، وحتى أن المتظاهرين اتهموا القوات الأمنية بالتواطؤ، ولكن لا حراك للعالم؟ يعني هل العراق في كوكب آخر؟ من الذي ممكن له أن يسمح بتدخل دولي؟ ما الذي يجعل العالم يتحرك خطوة لإنقاذ التظاهرات السلمية في العراق؟ لا، هو شوف عزيزي دكتور سمير، هناك إشارات موجودة لكن خجولة، لم تكن بمستوى الحدث ولا لم تكن أيضا بمستوى طموح الشعب العراقي. يعني الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، أعتقد اليوم ظهرت التلميح أو الإشارة إلى قضية قمع المظاهرات في العراق، يقول هي محاولة ممنهجة وأدانها، وقال هو خنق الأصوات الناشئة الشابة المطالبة بحقوقها. هذا أيضا
يعني يدخل ضمن مخطط موجود للطبقة السياسية المقيمين على السلطة منذ 2003. أيضا يعني على سبيل المثال يعني ليست تبرئة للسفارة البريطانية أيضا أدانت وتساءلت السفارة الأمريكية، لكن هذه إدانات فقط ليست بمستوى طموح الشعب العراقي بالتصدي إلى هذه الطبقة. وإلا الأمريكان ليش دخلوا إلى العراق؟ ليش احتلوا العراق؟ ليش سقطوا النظام السابق بال 2003؟ هذا سؤال كبير. هل كان لكونه كان النظام يمتلك أسلحة إبادة جماعية؟ ثبت التحقيق أنه كذب هذه الادعاء. اثنين، تخليص الشعب العراقي والمنطقة، ما هو الشعب العراقي الآن تحت نارين، نار السلطة هذه الغاشمة اللي موجودة، ونار الصراعات الإقليمية إيران وأمريكا. فكيف الآن إذا يقفون عند هذه النقطة فقط، كيف ما لم تكن هناك مسؤولية دولية؟ هذا السؤال الكبير. الأمم المتحدة أين هي؟ أين من تجويع الشعب العراقي، من قتل الشباب، من الآن الهيمنة المطلقة للميليشيات على القرار السياسي، من أيضا نفوذ إيران، من القواعد العسكرية، من التدخلات الأجنبية، من فقدان القرار والسيادة الوطنية. هذه قضايا جوهرية الآن تواجه فعلا المجتمع الدولي وتواجه الأمم المتحدة. إذا لم تكن هناك فعلا يعني مواقف إيجابية تجاه الشعب العراقي، معناه هناك فعلا إذا سمحت لي يعني كثير من المحللين يرون بأن للمجتمع الدولي ليس هناك أثر ملموس في العراق بقدر الدور الإيراني والفعل الإيراني على الأرض، والدليل أن يعني منذ عام 2003 وإلى الآن النفوذ الإيراني في تصاعد في العراق. سؤال هنا يعني فيما يخص موضوع الضغط الأمريكي على إيران. الآن البعض يقول بأن هناك ضغطا كبيرا أمريكيا، وكذلك ليس فقط ضغطا أمريكيا، هناك أيضا ضغطا إسرائيليا، هناك الكثير من العناصر تم اغتيالها في إيران، يعني كالعالم الإيراني النووي، وقبله أيضا عناصر موجودين على الأرض الإيرانية تحت حماية يعني النظام الإيراني، هم عناصر تابعين للقاعدة. البعض يقول بأنه إيران كانت تستخدمهم كأدوات لنشر المشروع الإيراني في المنطقة. هنا السؤال، يعني التظاهرات في العراق الآن، هل تخشى إيران أن تفقد البوصلة من خلالها، لذلك عملت على قتل المتظاهرين وقتل الثورة السلمية؟ عزيزي، هو العراق خط الدفاع الأهم في العالم بالنسبة لإيران. إيران إذا سقط هذا النظام، وهذا هو يعني مثل ما يقولون المبرر الحقيقي للشعب العراقي الآن، أن يسقط النظام، نظام المحاصصة المقيتة بربوته هو والطبقة السياسية الفاسدة، ليست الحكومة. إحنا يعني لم نتوقف عند حكومة عادل عبد المهدي إسقاطها من بقائه، ولا حكومة الكاظمي. ما هو هذا النظام نفسه، جاءت هذه الحكومة والسابقاتها من رحم هذه الطبقة السياسية. لذلك إيران حريصة كل الحرص على أن تبقي نفوذها في العراق، لأنه سقوط هذا النظام معناها قرب التغيير إلى الأراضي الإيرانية. ومثل ما شفنا إحنا الاختراقات الآن المخابراتية والأمنية في داخل إيران، هذا أيضا يعتبر مؤشر خطير جدا إلى هشاشة النظام الإيراني، نظام الملالي. ولذلك الآن أي تغيير في العراق لصالح الشعب العراقي، اللي تريده إذا كانت أمريكا وإذا تريده إسرائيل، إحنا ما يهمنا شنو المعادلة وشنو الصراع، لمن، لمصلحة من. إحنا نريد نحقق مصالح شعبنا، مصالح شعبنا أنه إحنا ننأى بأنفسنا عن كل الصراعات الإقليمية والدولية. أما هم بالنسبة لهم إذا كان هناك صراع على مشروع نووي أو الملف النووي الإيراني وإسرائيل وأمن إسرائيل، فهذا بحث آخر، هذا هم يناقشوا فيما بينهم. لكن عليهم أن ما يحولون الساحة العراقية إلى ساحة تصفية حسابات. شعبنا يكفيه نزف دماء، الشعب العراقي نزف كثيرا عقود من الزمن، والشعب العراقي يدفع ثمن بالنيابة عن الآخرين. هذه طبعا عملية خطيرة، ولا كيف إحنا نحافظ على أمننا واستقلالنا وسيادتنا الوطنية وأمان شعبنا؟ هذا هذول شبابنا يريدون حياة آمنة حرة كريمة، وهذا حقهم مثل ما حق الشعوب الأخرى. لذلك لجأوا إلى السلمية، لم يأتوا بسلاح لمجابهة هذه الميليشيات.
حاولوا أن يحافظون على سلميتهم لتحقيق نصر بدون دماء، لكنه للأسف الشديد كل القوى الإقليمية والدولية تكالبت على الشعب العراقي بمؤامرات خسيسة، الهدف من عندها أنه تصفية حساباتهم على أرض العراق والضحية يكون شعبنا. هذا هو الحقيقة اللي إحنا ما لا نبرئ ساحة فلان من الطائفة الفلانية أو العرقية أو الأحزاب. الأحزاب كلها ارتكبت جرائم حقيقية لحد الآن منذ 2003 ولغاية اليوم لم يثبت أي حزب أنه هو فعلا مرتبط بقضية وطنية عراقية حقيقية. هذا هو اللي الحقيقة يحفز الشعب العراقي على استمرار ثورته، ولا خلاص للشعب العراقي إلا باستمرار ثورته. هاي نقطة مهمة جدا، نقطة راس سطر، لا يمكن الحياد بشكل أو بآخر عن تحقيق أهداف ثورة تشرين المبارك. شكرا لك دكتور حامد. سيد كرار، يعني أخيرا، هل الثوار يعني مصرون على تحقيق أهداف ثورتهم بالقضاء على نظام المحاصصة رغم كل هذا القمع وهذا الاختطاف وهذا القتل؟ نعم استاذ، احنا رغم كل هاي الصارخ والقمع والاستفتاحات والعلق على المتظاهرين وعلى الثوار، احنا راح نظل كلميتنا، دعوا لا حمل السلاح وما دعنا لا حمل السلاح، هم يطلقنا اشتراكات ونزلنا تغريدات من لا حمل السلاح وكل شيء. احنا ما راح نقاتل، لا احنا راح نقاتل بسلميتنا وراح نحارب بسلميتنا حين تحقيق مطالب المتظاهرين وحين ارجاع العراق من هاي الطقم الفاسد، هاي الاحزاب الفاسده اللي انهكت العراق، يكون جذور نقتلعها بذيك الساعه. يلا نرجع لبيوتنا، يلا نرجع، يلا قيمنا نفلش فيه من ساحه الحبوب ومن كل الساحه، ولا يظنون انه المحافظات والله بالتحرير راحه ثانيه او بالبصره ماكو، لا راح ترجع، راح ترجع اليوم باكر بعد سنه بعد سنتين، هم راح يرجعون نفس الشباب ونفس او راح نسجل، واحنا نسجل طلبهم بالزوره. خلنا نختار ان الشهيد، بس لمن ما نحقق، لمن ما نرجع للوطن، نرجع لهيبته، نرجع الحق الفقير، حق المظلوم، الشهداء اللي ماتوا، شنو ذنبهم؟ ما راح نتراجع، لحد ما تحقيق مطالبنا، لحد ما تحقيق مطالب والكشف عن قتلة المتظاهرين، اي حكومه تجي، وهاي الرمه السياسيه برمتها، الاحزاب الفاسده السياسيه برمتها، اللي متعلقه بايران، الاحزاب والميليشيات. إذا ما نقتلعهم من جذورهم ما راح لا نرجع لبيوتنا ولا راح يدينا بال ولا راح يدينا تبنى جفن. شكرا لك سيد كرار عجرش. أستاذ نظير، يعني البعض يقول بأن نظام المحاصصة في العراق الذي خرج ثورة تشرين من أجل إسقاطه، هذا النظام هو برعاية أمريكية وأيضا حتى رعاية إيرانية، ولكن هنا السؤال، يعني الاستراتيجية الأمريكية معروفة في العراق، نرى أن البعض من المحللين يعولون على أن هناك تغييرا ربما سيحصل في الاستراتيجية الأمريكية عندما تتغير الإدارة الأمريكية. هذا الأمر لم يحدث في العراق منذ 2003 إلى الآن، ولكن هل هذا ترى أن مثلا يعني المراهنة على جو بايدن أو المراهنة على السفير الأمريكي أو السفير البريطاني في العراق، هل تراه منطقيا؟ يعني أنا أتوقع أن من السذاجة السياسية التي يقع بها بعض السياسيين الآن العملية السياسية في العراق بأن يراهنوا على مجيء جو بايدن بأنه سيغير الأوضاع لصالح الجانب الإيراني، وأن فترة 4 سنين أو 8 سنوات قادمة ستكون لصالحهم، يكون وقت كافي لكي يستتب الأمر تماماً لهم، وهذا يعني من السذاجة السياسية، بدليل أنه جو بايدن ليس شرطاً أن يكون نسخة من باراك أوباما الذي وقع معهم الاتفاق النووي وأطلق يدهم في المنطقة العربية، هذا ليس شرطاً لأن المعطيات تغيرت كثيراً في المنطقة العربية، لكن مع ذلك أنا لا أستطيع أن أنكر أن هناك تواطؤاً من المجتمع الدولي سواء الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى. في قبل أيام نشر تغريدة السفير البريطاني يحف بها الشباب على الاهتمام بالمناخ، يعني وهذا كلام يعني بعيد عن واقع الشباب العراقي ومعاناته، فرديت عليه برد تغريدة، لماذا لا تساعد العراقيين بالتخلص من هذه آفة السياسيين الذين أكلوا الأخضر واليابس؟ فماذا أجاب؟ وهو يمثل وجهة نظر حكومته، يقول نحن نريد أن يختار الشعب العراقي بنفسه من يقوده.
يعني والحقيقة هذا تدليس لهذه العملية السياسية التي جاءت برعاية أمريكية وبريطانية، لم تأتي من 2003 ولحد الآن لم تأتي بشخصية هي تمثل الشعب العراقي. الجميع جاءوا بانتخابات مزورة ولا يمثلون إلا أحزاب يعني ترتمي في حضن إيران تارة وفي حضن أمريكا تارة أخرى، ولم يمثل الشعب العراقي أي أحد في هذه السلطة، بدليل هذا الخراب الذي نعيشه. لو تتوقع أن هناك حكومة ممثلة عن الشعب العراقي، هل تعتقد أن نعيش مثل هذا الخراب الذي نعيشه؟ بالتأكيد لا. إذن هؤلاء ما هم إلا أدوات وصنائع لدول أخرى وتحركها كيفما شاء، والضحية هو الشعب العراقي وهذا الوطن. يعني إلى متى نصل هذا؟ هذا تدليس وكذب على الملأ، يعني سواء سفير بريطاني ولا سفير أمريكي يكذبون ويدلسون في تظاهرات الناصرية والدماء التي سفكت على أيدي هذه الميليشيات الصدرية. يخرج يستنكر السفير البريطاني والسفير الأمريكي يستنكر. لماذا لا تصنفون جماعة الصدر إرهابيين؟ وهي أعمال إرهابية، يأتون على متظاهرين عزل ويقتلوهم. كيف يكون الإرهاب؟ كيف يكون الإرهاب؟ وغيرها من الميليشيات التي قتلت بالمناطق السنة ومناطق أخرى واختطفت وغيبت الناس المدنيين، لماذا لا تصنفون إرهابيين؟ هذا معناه مجرد سكوتكم هو تواطؤ معهم وإثبات بأنكم أنتم جزء من هذه الجرائم التي تحدث بحق الشعب العراقي. دكتور حامد، في دقيقة واحدة كيف تعلق؟ أنا أقول الشعب العراقي بحاجة إلى رص الصفوف، هذه معركة مصيرية. أما أن نكون أو يجب أن نكون، هذا الشعب يجب أن يتمتع بحياة آمنة البائسة وأسقاط الطبقة الطغمة هذه الفاسدة. الحرق الخيم لا تعني شيء، الثورة ما زالها متقدة، جدوتها متقدة في نفوس العراقيين. الهجوم على الناصرية دليل خبث وفشل ويأس من قبل السلطة، من قبل الطغمة ومن قبل الحكومة. هذه بالعكس زادت الثوار اتقادا وجذوة وتصعيد وتحدي كبير من أجل مستقبل أفضل. يجب الشعب العراقي عليه أن يتوحد، أن يوحد خطابه، أن يوحد أهدافه. هو لا يمكن الحياد عن إسقاط النظام والعملية السياسية برمتها، لا ينتظر الانتخابات الكاذبة الزائفة الباطلة. علينا أن نغير الآن، اليوم قبل الغد. هذا هو الحقيقة الداعي للشعب العراقي، لأنه كفانا انتظار، كفانا وعود زائفة بالإصلاح والتغيير. كلها الحقيقة أثبتت بطلانها وأثبتت فشلها عبر الأيام والسنوات الماضية. أنا على ثقة تامة أنه الشباب سوف يشدون أزرهم، بعض أزرهم، فذلك للمستقبل الأفضل اللي يبنوه بأيديهم. السلطة القادمة سلطة شباب تشرين، وليست سلطة هذه الطغمة السياسية الفاسدة. لك دكتور حامد الصراف، الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب، ونشكر ضيفنا في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي، وشكر موصول أيضا للسيد كرار عجرش الناشط المدني وأحد أعضاء اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.